السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي خواتاتي في الله. فيديو جديد وأخبار جديدة. اليوم جيت نهضر على عائلة محبوبة وعائلة مربوحة من بعد مامي نايمة مشات لذاك العرس ديال مربوحة ومحبوبة. شطحات وردحات وفرحات مسكينة من كل أعمق قلبها، ولكن أخوتي اليوم جيت نهضر عليهم وجيت نوضح شي أمور وجيت ناخد الرأي ديال المشاهدين ديالي ديال سلمى براني أوفيسيل، وبغيتكم تشاركوني هذا الموضوع في التفاصيل ديال كومنتير ولا التعليق. اليوم أخوتي بغيت نقول لكم أن حتى واحد ما يطيح من راسه مع واحد اخر، وحتى واحد ما يعطي القيمة لشي واحد اللي أصلا ما عندوش قيمة. لي شنقول لكم، ولكن راه كيتحس الحك وكيغلق غطاه. بعض المرات كنقولوا راه هذا وهذا وهذا، ولكن لا، كل واحد كيلقى الشبه ديالو، كيلقى نفس الشخصيه ديالو. يعني كما كنقولوا حنا بالمغربيه، طاح السطل ولقى غطاه، ولا طاح الحك ولقى غطاه. خوتي قبل ما نبدا معكم هذا الموضوع ونتكلم معكم فيه، ما تنسوش الاشتراك واللايك في القناة والضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد كنزلوا على قناتي وقناتكم فضلا وليس أمرا، ولايك للفيديو إلى عجبكم طبيعة الحال فضلا أيضا وليس أمرا، جزاكم الله خيرا. اليوم أخوتي من بعد ما أمي نعيمة مشات العرس وبقات كتعاير وكتمعني وبقات كتدافع على ذاك القوم اللي هي معاه اللي هو محبوبة ومربوحة، وبقات تدافع عليهم وتغني عليهم وتمعني على الناس اللي زعما معادينهم. ودابا بيني وبينكم اخوتي، واش لاحظتوا شي حاجة ولا غير انا اللي لاحظتها؟ واش شفتوا شي واحد من هاد العائلات خرجوا وهضروا وعطاو القيمة لأمي نعيمة ولا دعموها ولا وقفوا معاها في هاد المحنة وفي هاد الطيحة اللي هي طاحت؟ راه ما كاينش شي واحد اللي تسوق لها ولا اللي تكلم معها ولا اللي دعمها ولا اللي جاي ساندها. ما كاينش اخوتي، وما غيكونش ما غيكونش. لان شوفوا، الا بان لكم شي واحد خرج بشي فيديو وهضر على نعيمه البدويه ودافع عليها، اجيو حطوه ليا. لا عائله المربوحه ولا عائله محبوبه خرجوا وقفوا معها، كلهم عطاو اتساع وكلهم قالوا ماشي شغلهم، وقالوا اللي دار الذنب يستاهل العقوبة. فللأسف أخوتي بعد شي مرات حنا تفهمنا كيديروها لنا، كان بغيو زعما ندافع على شي إنسان وهو راه أصلا ما ساوي والو، وأصلا كيكون خامجة بطاطا خامجة وبصلة خامجة، وحنا كنا نكبرو له الشان. قالك كبر الشان القرشال، راه اللي قبيح قبيح واللي مكبر مكبر واللي عاجبو راسو عاجبو واللي باغي يبان يبان. ياك هي طاحت وكل شيء هاجمها وكل شيء بغى يدخلها الحبس، وهما مكاملين في الاعراس والشهر العسل والكادويات وفرحانين، كملوا على داك الشيء العرس ديالهم. يعني ما تسوقوش النعيمه البدويه، ما داوهاش فيها. يعني لو بغات تطلع طلع، لو بغات تنزل تنزل، لو بغات تدخل الحبس تدخل. ما كاينش اللي جا وقف معاها. فين هي حده؟ وفينا هي حليمة؟ وفينا هو يونس اللي يتعنق وتبوس وتغوت وتبكي وتصالحات معهم وعجبها الحال وفرحات بهم؟ ولكن في نهاية المطاف فينا هما؟ واش بان لكم اخوتي انتما شي واحد في هاد العائلات جاو عند نعيمة البدوية للدار ديالها، ولا تلقاوها في شي بلاصة، ولا عيطوا ليها لعندهم، مهم، ولا عيطوا لها غير في التليفون، ولا سندوها، ولا ولا ولا، وتقولوا ما مسوقينش ليها، كأنها ليس لها أي وجود. ولكن تستاهل، حتى هي عادت بنت خوها اللي وقفت معاها واللي قدمتها للجماهير واللي سنداتها واللي كبراتها في اليوتيوب. على من؟ على ذاك بو زبال. ودابا داك بو زبال قول له يجي يوقف معاك، وقول له يساندك، وقول له يهدر غير معاك في التليفون. الله ما يتسوق لك هاد القوم، هاد النوع هذا من نوع عداد. في الفرح راه معاك، ولكن
ملي كيكون القرح راه بعيد عليك وما عمرو عرفك ولا عمرو عقل عليك. المهم اخوتي انا هذا الفيديو درته بغيت ناخذ الراي ديال المشاهدين ديالي، جزاكم الله خيرا، التحت في التعاليق ما تنسونيش كل واحد يحط لي الراي ديالو، وانا نقول لكم مع الف سلامه.